الفيديو ده هقول لك ازاي تتخلصي من القشره بجميع انواعها، سواء قشره جافه او قشره دهنيه او حتى قشره فطريه. الثلاث انواع قشره هقول لك ازاي تتخلصي منهم بحاجات ارخص من 50 جنيه كتوتال. ومش بس كده، لا ده كمان هقول لك ان انت كمان ازاي القشره ما ترجعلكيش مره كمان. فالموضوع هيكون سهل قوي وبسيط، عايزك تمشي معايا بالخطوات. فيلا بينا نبدا الفيديو، بس مش عايزين ننسى اللايك والسبسكرايب، وكمان ما تنسوش تفعلوا علامه الجرس علشان خاطر الفيديوهات الجديده توصل لكم اول باول، لان اليوتيوب للاسف بدا اللي هو قليل جدا جدا لما بيقترح قناتي والناس مش بيوصل لها الفيديوهات. ويلا بينا نبدا الفيديو، مش عايز اطول عليك. اهم حاجه في موضوع القشره هو الشامبو، دي اول حاجه نستخدمها للعلاج. طيب نستخدم انه شامبو، هقول لك بقى. اول حاجه لو القشره فطريه او القشره جافه استخدمي اللي هو بيتاجين. بيتاجين ده حلو جدا جدا جدا، ده شامبو يا جماعة، مش المعقم اللي احنا بنعقم بيه الجروح، ده شامبو بس هو من نفس الشركة، فكمان نفس الديزاين بتاع العلبة، فخدوا بالكم من النقطة دي. طيب لو انا القشرة عندي معجنة في فروة الرأس اللي هي قشرة دهنية، استخدمي نيزابيكس. الطريقة بقى عليها عامل كبير قوي، هنستخدم ازاي؟ بصوا ده سهل قوي، لان ده بصوا شايفين ديت بتسهل اللي احنا نحط في فروه الراس بشكل كويس قوي ونوزع، لكن ده هناخد منه ونبدا نوزع في فروه الراس، سواء ده او ده نوزعهم في فروه الراس كويس قوي، وندلك فروه الراس كل الاماكن اللي فيها قشره ندلكها كويس قوي، ما نحطوش بقى على باقي الشعر، نحطوه في فروه الراس بس، حط فروه الراس بس، لان خدوا بالكم اي حاجه للقشره هتعمل جفاف قوي جدا للشعر، فبلاش نجيبها على الشعر الا واحنا بنغسل كده، هيجي حاجات بسيطه. تمام، نسيبه قد ايه؟ نسيبه من 2 لـ3 دقايق. تمام كده فروه الراس، تمام كده، تمام، بنسيبه فروه الراس وندلك كويس. طيب الشعر ده انا خايفه يحصل له جفاف، اعمل ايه؟ بمسك باقي شعري وبحط له حمام كريم او بحط له بلسم، بحط له اي حاجه ترطب. البلسم وحمام الكريم هنعمل ايه؟ هنحطهم عشان يرطبوا الشعر كويس قوي والشعر ما يحصلوش اي جفاف خلال فتره العلاج بتاعنا. تمام كده، احنا عايزين نحافظ على شعرنا كله. طيب خلاص احنا اتفقنا دول هنستخدمهم ازاي. هنستخدم ايه تاني؟ حاجه مساعده، هنستخدم ليسيون. الليسيون ده اللي هو ليسيون ديبروساليك، في كمان اللي هو بتاع كريلا حلو قوي، سواء ده او ده استخدميهم حلوين جدا وممتازين. بتعملي ايه؟ بتحطيه بشكل يومي في فروه الراس، بتوزعي في فروه الراس كده قطرات وندلك كويس قوي، بنستخدمه يوميا. طيب العلاج ده انا بستخدمه لحد امتى؟ بستخدمه لحد ما القشره تختفي، مثلا استخدميه شهر. تمام كده، طيب بعدين بقى هنعمل ايه؟ هنبدا ان احنا الشعر بنمسك، احنا بنصرح بمشاط، بنحط توك، كل الحاجات دي لازم تتعقم، لازم تتعقم في الفتره بتاعه العلاج. واول ما نلاحظ ان القشره اختفت يا ريت اللي احنا نستبدلهم بشكل نهائي، او لو في حاجه غاليه ممكن تعقميها كويس قوي قوي بالكحول وفرشه السنان، لان بيكون في حاجات من جوه، لان لو دي في بعض انواع القشره بتكون معديه، فلو رجعت تاني العدوى فانت بتكرري ها 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 نفس الشيء. تستخدمي بقى مره فالقشره ممكن بعد كده تتعاد عليكي تاني، فانت بتعملي ايه؟ مره تستخدمي الشامبو بتاعك ومره تستخدمي شامبو القشره، بحيث ان انت تعملي زي وقايه بعديها بفتره، يعني بتبداي ان انت تقللي وبعد كده ممكن توقفي تماما، مفيش اي مشكله. هنا هتلاقي نفسك عالجتي القشره، بس خدي بالك ان انت تكرري المشاط، خدي بالك ان انت تكرري نفس الحاجات اللي كنت بتحطيها التوك اللي بتحتك فروه الراس، كل الكلام ده لازم يتعقم او لازم يستبدل بجديد. ناخد بالنا من النقط ديت وهتلاقوا فعلا القشره اتعالجت تماما. بس كده مش عايزين ننسى اللايك والسبسكرايب. باي باي.